تعرفوا البنات صباحكم كامل بخير، مرحبا بكم في قناه جرام ديزاد. اليوم جبت لكم موضوع طلبات وحده جد مهم راح يهم بزاف البنات. راح نحكوا على الخوف من الزواج والخوف من المسؤوليه بعد الزواج، وكاين بزاف اللي يخافوا اي واحد يخطبهم يرفضوه ما كان حتى سبب، فقط لانهم خايفين من الزواج. دونك هذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله. ما تنساوش قبل ما نبداو واش ديروا لايك الفيديو هذا باش تدعموني تفرحوني، وتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات الجايين. تابعوني في انستغرام، هذا هو تلقاوه ثاني في صندوق الوصف. الخوف من الزواج امر عادي جدا بالنسبه لكل طفله في هذه الدنيا، كي تجي حاجه تزوج يجيها نوع من الخوف، وكل وحده تتفاوت درجه الخوف تاعها. سا ديبون مع من راح تتزوج، سا ديبون الاوضاع اللي راح تتزوج. كاين يعني من اسباب الخوف هذا، يا كاين اللي حتتزوج وهي صغيره في اللاج، كاين اللي حتتزوج وهي كبيره، كاين اللي حتتزوج ممكن المره الثانيه او الثالثه، كاين اللي تخاف من الزواج لانها خايفه من المسؤوليه وتقول بلي انا ماشي قد المسؤوليه وما نقدرش للدراري، ما نقدرش للدار، ما نقدرش المشاكل اكسيتيرا. كاين اللي تشوف بزاف ناس ممكن خواتاتها صحاباتها لي كوزين تاعها تشوفهم كيفاش عايشين كيفاش مرمدين اكسيتيرا، دونك تقول لك هذاك هو الزواج، دونك داير نظره سيئه على الزواج وتقول لك هذا هو الزواج، دونك انا ما نتزوجش راني خايفه اكسيتيرا. كاين اللي يعني تجيها صعيبه فراق الوالدين، كاين اللي حتروح لبلاصه بعيده، كاين اللي تخاف فقط لانها حاجه جديده حياه جديده. يعني الخوف يتنوع والخوف تتفاوت الدرجه تاعو، لكن الخوف موجود عند كل بنات، هذه لازم تعرفوها. يعني ماشي غير انتي اللي راكي خايفه، كاع انا كاع خايفين كيما كتقول صاحبتي، انا كاع خايفين ما تخافيش. كاين اللي يحق درجه الخوف بالبنات حتى وين يقولوا انا علاش عليا نتزوج، انني خدامه بدراهمي بطوموبيلتي ممكن بلا ديال تاعي، دونك علاه عليا الراجل. هذا تفكير جد جد خاطئ، راح نحكوا عليه من بعد ان شاء الله. ندوزو دوكا مباشره للحلول لانه هذا هو صلب الموضوع. شوفي اول حاجه نقولها لك، اعرفي باللي غير يلحق امر الزواج تجي خدمة تاع واحد الكائن، واحد المخلوق اللي هو الشيطان، عاد بلاش رجيم. خدمته يعني اسمى عمل يقوم به هو التفرقة بين الزوجين، واللي من بينها انه ما يخليش بنادم يحسن روحه، وما يخليش بنادم يتزوج ابدا، يفارق بين المخطوبين، يفارق بين المزوجين، المهم ما يجتمعوش الراجل والمرأة ويحسنوا روحهم. دونك هذه اسمى خدمة يقوم بها، ما بيش تعرفوا الحكاية تاع شو الرئيس تاع الشواطن عبد الشاجين، كل ما يجي ليه الشيطان يقول له فوالا انايا ديت فلان باش يزني، يقول له انت ما درت والو، يقول له ديت فلان باش يسرق، يقول له انت ما درت والو، كيجي ليه ويقول له واحد اخر انا فرقت بين اثنين، يقول له انت اسمه انت يمدحو انت الشاطر. دونك هذه هي خدمه الشيطان. ديري مليح في بالك انه كي يلحق العرس، كي يلحق الخطبه، كي يلحق اي حاجه متعلقه بالزواج، يجي الشيطان ويخرب لك في راسك باش انت توسوسي، باش تلقاي اي حاجه سلبيه، باش تتاثري بالناس والمشاكل وتقولي ما نقدرش، المهم انك تبطلي الزواج. دونك عارفه بلي هذا من الشيطان 99.99% من الشيطان، الباقي من حاجه تحت اخرين دوك نذكرهم. حاجه واحده اخرى ثاني ننصحك بها، تقبلي الخوف تاعك، تقبلي اكي خايفه من الزواج عادي، قولي بلي هذا الشيء امر عادي نتقبلوني خايفه من الزواج، كيما نكون رايحه نجوز الباك ونخاف. دوكا واحد راح يجوز البنت تقول له ما تخافش، اكيد مش هو ما يسمعش كاع بيك، دونك ما حش نقول لك ما تخافيش باسكو ماكي حد تزوجي، خافي عادي جدا، لانها شغل احساس هكا مرحله راح تجوزي عليها، مرحله جديده. الانسان كل ما يبدل كي يرحل من دار لدار من حومه لحومه يخاف، دونك ما بالك راح يبدل دار، راح يبدل اهل، راح يبدل شريك مسؤوليه وحده اخرى، حياه وحده اخرى، دونك اكيد راح يجيه نوع من القلق، نوع من الخوف. بصح عارفي بلي هذا امر عادي، دونك كي تدخلي في راسك بلي هذا امر عادي جدا وما في حتى مشكل، هنا ينقص لك بزاف الخوف وتولي حاجه عاديه. كل ما تخافي عادي جدا، على بلاش رجيم تنوضي تبدلي بلاصه، تبدلي تقصري، توجدي كش حاجه تحبيها ولا تشوفي كش حاجه تحبيها باش تنحي لك على خاطرك. حاجه اخرى تنحي لك نسبه عظيمه من الخوف تاع الزواج واللي هو خطيبك، خطيبك ولا الانسان هذا اللي حتجي يخطبك. يعني لازم تشوفي اذا كنت تحبيه، حبيه ماشي لازم تحبيه بعمق، باش هذاك الحب هو اللي يخليك تساكريفي على جالو وتقولي نروح معاه لمدى غشقر، عادي نحب هذاك الانسان، نشارك معاه حياتي، نشارك معاه الافراح الاقراح كلش، المهم نكون معاه هذاك الراجل. هذا ما كان كي تحبيه ينقص لك كامل داك الخوف، تولي تستنى نفسك تتزوجي، يا ربي زوجوني زوجوني، المهم انك ما تحبيش كامل تقعدي بعيده عليه. دونك هذا عامل جد مهم، بعد ما تنخطبي وتفتحوا اكسيتيرا
حبي هذا الراجل. دونك هذه حاجه بزاف بزاف مهمه. واذا كان خطبك يعني جاي خطبك وانت خايفه رافضه كل الخطابه، هنا واش ديري؟ شوفي مليح فيه كما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا انت شوف فيها وهي تشوف فيك نهار الاول كي تجي يخطب. باسكو هنا اذا كان مكتوبك يعني راح تلقى حاجه في قلبك، من النظره هذيك راح تلقى حاجه في قلبك، ماشي كيما اي واحد جا خطبك 20 واحد وواحد ما حسيتي ديك احساس هكا بيزار، هذاك الاحساس راح يخليك تحبيه. وتاني شوفي الخصال تاعو والشروط تاعك اللي فيه كي يتحققوا حاجات بزاف ملاح تقدري تشبثي، شحال وارد الكلمه، تشدي فيهم تتشبثي فيهم باش تقدري تاكسبتي الخطاب هذا. يا هذه حاجه جد جد مهمه. حاجه اخرى نقولها لك تاني، كوني واثقه من روحك، ما تحقريش روحك، ما تقوليش انا صغيره ولا انا خاطيني المسؤوليه ولا خاطيني الطياب ولا خاطيني هاد الحاجه تاع الكبار، انا تيتوان، انا نهار كانوا زاهيه داخله خارجه مع صحاباتي مشي كاع تاع الدار. عادي جدا، ولا لا في الدار واش داروا، ولا لا تعلموا طيبوا واش داروا، طلعوا القمر، ما كان حتى حاجه صعيبه. ولو الانسان هو اللي صعبها على روحه، ولا ما كان حتى حاجه صعيبه. اكيد اكيد كاينين ظروف، اكيد كاينين مشاكل، اكيد كاينين شحال من حاجات، بصح الانسان يعيشهم عادي كيما عاشوهم يقبلنا نعيشوهم حنايا ويعيشوهم اللي بعدنا ان شاء الله. دونك كوني واثقه من روحك باللي انت قدها، هكذا انت قادره على هذاك الشيء. كي تدخليها هنا في راسك تعاوديها 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 حتى عقلك الباطن يامن بها وتولي سلوكات، يعني روح لك الخوف، هنايا تكوني واجده باش تتزوجي. حاجه واحده اخرى ثاني، ابدا ما تحشميش اذا كنتي ما تعرفيش طيبي، ما تعرفيش تخدمي الشغل، ما تحشميش ابدا. حتى اذا كنتي رايحه تسكني مع ناس دارك ما تحشميش ابدا، ديري مليح في بالك بلي سواء طياب سواء خدمه تاع الشغل النقار تب كلش يجي بالممارسه، حاجه ما راهي تخلقت فينا ولا زدنا متعلمين. واحد ما تعلم يطيب هو في كرشي ما، الناس كامل تعلمت هذا تعلم على هذا، وخاصه دوكا كان يوتيوب كاين ام وليد ربي يخليها لنا ان شاء الله. دونك ما تخافيش كامل من المسؤوليه هذه، حتى اذا ما كنتيش تعرفي طيبي عادي واجهي، ومن بعد كي قالت لك عجوزتك ما تعرفيش طيبي ولا لوستك ولا مع النواعي لك، وين راه المشكل؟ نقصتو مني نورمال، اليوم ما نعرفش وغدوه نتعلم وغير غدوه نولي بروفيسيونيل. دونك جامي تخافي من هذه النقطه ابدا. على بالي باللي لازم شوفوا لازم تعرفوا تجاوبوا، لازم تعرفوا تواجهوا. كي واحد يجي معني لك ويقول لك ها انتم البنات تاع دوكا ما تعرفوش الطيب، وحنا بكري نعرفوا نطيب ونعرفوا نعجنوا نعرفوا نعرفوا نعرفوا، ايبا واجهوهم بالحقيقه باللي بكري البنات كانوا يتزوجوا 18 دوكا 18 راهي تقاحر مع الباك، ومن بعد عندها تقاحر مع الكوس وال تريسيتي راحت تقاحر مع الكوس والميموار والماستر والليسونس والافاك، ومن بعد الخدمه، يعني تخرج 24 في يدها ورقه خضراء. بكري 24 كان عندهم تقدر تقول ربع دراري ولا ثلاث دراري، دونك ماشي كامل كيف كيف. صحتك تكون راحت ضاعت كاع في الطرقان في الكوس، ومن بعد كاين الخدمه من بعد، يعني جيل واحد اخر كامل. ثاني بكري كانت الماكله تاعهم صحيه، دوك احنا الماكله تاعنا كاع ماشي صحيه بالاسم دايتو، دونك ما كاينش الطاقه هذيك اللي نطلع عجنه، انا ما عنديش هذيك الطاقه برا ما فيه والو. دونك فهموا الناس هذا الشيء، الاكسجين تاع بكري ماشي كيما الاكسجين تاع دوكا، عطاهم حاجات شويه علميه باش تسكتوهم بلاتي هي احسن. انا ما نحبش هذاك اللي يجي يفتح لي يقول لي انتوما تاع دوكا ماشي شاطرات، انتوما تاع بكري شاطرين. كل واحد عاش في ظروف، حتى تاع بكري الناس بكري عليهم كانوا يروحوا يجيبوا لنا من البير، وكان يروحوا يغسلوا المعن في النهر ياك تاع، ومن بعد اللي جاوا بعدهم لقاو الماء في العين، واللي جاوا بعدهم لقاو لا فيسيل. دونك ماشي كيف كيف، يا درا واش راح الجيل اللي صاعد ان شاء الله ولادنا واش راح يلقاو. دونك كل واحد يعيش في البريودة اللي خلقوا ربي فيها، ما كان له يقارن. كي يجي واحد يقارن لك اعرفي كيفاش تجاوبيه. دونك ما تحشميش من الشغل. وتاني حاجه اخرى، ما تخافيش من المسؤوليه، يعني ماهيش حاجه عظيمه وحاجه اكسبسيونيل وحن باصي وحنولي ام وراح نولي راح نولي خلاص راحت عليا راح نولي زوجه راح نولي ربة بيت، سي كوا والو ما كان والو. كاين شريك حياه واللي هو حبيبك اللي هو عاشقك اللي هو زوجك الله عليك الرومانسيه وما ادري ايش، وكاين تاني حاجه واحده اخرى يسموها شغل خفيف. انا ما كان ما تقتليش روحك، نهار حبيتي تخدمي نهار حبيتي ما تخدميش،
عادي. اذا كنتي في ناس دارك خدمي كيما هم يخدموا شويه شويه، تعلمي عليهم في اليوم تلولي عينك يشوفوا منو من، تشوفي لا فاسون تاع الشغل تاعهم كيفاش دايره، يعني ماشي حاجه اللي تخلعك ابدا. اذا حبيتوا نديكم موضوع سبيسيال عن المسؤوليه اكزاكت سي كوا قولي لي في التعليقات. ثاني نصيحه واحده اخرى نقولها لك، شوفي ديري مليح في بالك باللي كل موقف يتحط فيه الانسان يتعود عليه، ولو ولا بد هذا واش حاب يقول، ولا بد كل انسان شوفي يحطك في الصحراء تشيبي من بعد تتعودي، يحطك في الثلج تشيبي من بعد تتعودي، مش عارفه انا يحطك في حاجه خاليه تشيبي وتتعودي، كيما الانسان وين تحطي يتعود. حتى اذا كنتي رايحه للبعيد اعرفي بلي راح تتعودي مع الوقت، كي تعرفي هذا الشيء ينقص لك الخوف. حاجه واحده اخرى ثاني نوصيك فيها، جلسي كبار السن جلسيهم في لابيريود تاع الخطبه تاعك ولا من قبل ولا يعني تكوني في لاج تاع الزواج، جلسي شويه نسى خوالك نسى عمومك الجارات الكبار هكايا، تدي شويه اكسبيريونس تدي ما تجلسيش هذوك النهار كامل هما يمنشروا، هذوك اللي يحكوا على الشغل يحكوا على الطياب يحكوا شويه هكايا الاكسبيريونس تاع الدراري اكسيتيرا، تدي بزاف معلومات عليهم خير من تقعدي دائما مع تيكوزين غير تيتوان وسوشيال ميديا يعني ما حش تستفادي بزاف. حاجه اخرى نقولها لك ثاني، كاين اللي يخافوا من الزواج فقط، كاينه بزاف كاين وحده قالت لي شحال من مره عرفت لي هذا الكومونتير ما حقش نديرها فيديو ممكن نجاوبك لهنا ان شاء الله تكوني تشوفي فيه شوفي فيا. والديك اذا خفتي من فراقهم، كاين وحده قالت لي انا كبيره في الدار ومانيش قادره نفارق والديا، مش ما اكسبتي هذه الفكره هذه مش متقبلتها. واش نقول لك، والديك ديري في بالك باللي ما كان حتى حاجه تعوض لك والديك، ما كان حتى حاجه تصبرك على والديك، لكن الانسان يتعود عادي جدا، وخاصه في الوقت اللي رانا فيه وخاصه لو رحتي برا البلاد ولا الولايه واحده اخرى، كاين الانترنت دوكا فرق شاسع بين دوكا وبكري. كل ما تحبي تهضري مع والديك تهضري، كل ما تحبي تشوفيهم العراس وتحضريهم في التليفون، دونك ما تخافيش كامل من هذا الجانب. اكيد راح تتحسي في الديبي راح تبكي في كل عيد كبير هكا رمضان شويه دمعاتي حطو عادي جدا باتوي تضحكي على روحك نورمال. اذا ثاني جا خطبك واحد وانتي صغيره في اللاش كاين اللي قالوا لي هاد الحاجه ثاني، ما تخافيش لانه كاين شحال من وحده صغيره قادره وقد المسؤوليه. يعني انا شخصيا ضد الزواج للصغار، الصغار كل وحده تفهم صغار شحال لاجمي المهم، لكن اذا جاك هذاك اللي مستحيل ترفضيه شروطك كامل كاينين فيه والله يبارك عليه من كلش، اياك تفرطي فيه بعد الاستخاره، اياك تفرطي فيه ولو كنت صغيره في اللاج، لانه ما تصيبيش كاين حبات قلال في المجتمع ما تصيبيش بزاف دونك ما تراطيهش. اما اذا كان نورمال ولا ما فيه شروط ف زيدي سنة شوية، لكن أكيد تستخري هي أهم حاجة. وحاجة أخيرة نقولها لك، جامي أبدا أبدا ما تقارني روحك، مازال حاجة أخرى قلتها لكم في بداية الفيديو ما هضرتش عليها، جامي تقارني روحك بالناس واش راهم يعيشوا. أي واحد أمام أختك أمام جارتك أي واحد قريب لك عمرك ما تقارني روحك بهم، أنتي راجلك راجل وراجلها راجل واحد آخر، وأنتي وهي ما تتشابهوش ولو كنتو خواتات، طريقتك في التعامل ما تتشابه مع حتى إنسان، ممكن أنتي تعرفي تحترمي، ممكن أنتي تعرفي تبرعطي، ممكن أنتي تعرفي تسكتي تشدي لسانك كي يزعف الراجل، وهي بالك هو كلمة وهي كلمة هو كلمة وهي كلمة، من بعد تبدا في الكف والزعاف وأنا شديت كارتي ورحت لدارنا. يعني صراع كبيره فقط من البنات اللي ما يقدروش يشدوا لسانهم مثلا. دونك عمرك ما تقارني بينك وبين حياه الناس، كل انسان عايش حياته كيما كتب له ربي وكيما هو يعرف يجيريها. وحاجه اخيره اللي قلتها لكم في الديبي، عمرك جامي ما تقولي انا نبداري وبطنوبيلتي وبدراهمي اكسيتيرا خدمتي علاش نتزوج. الزواج اولا سنه الحياه، ثانيا استقرار وطمانينه، ثالثا تحصين للنفس، ورابعا واهم حاجه واللي هي تجيبي بها الدراري وربي يرزق كل محروم ان شاء الله. كي تلحقي 40 كي تلحقي 50 ما تسمعيش كلمه ماما سي تري تري دور، ما تقدريش تحسي لها دوكا انت في لي 20 ابدا ما في لي 30، مي من بعد كي تولي والديك يروحوا انت كبرتي وخوتك راحوا كامل بديورهم لاتين بمشاكلهم بولادهم، خاوتك مع نساهم وماشي لاتين بك، ومن بعد انت قعدتي وحدك تما تعرفي واش معناتها قيمة الزواج وقيمة الراجل وقيمة الدراري، لأنه صح استقرار وعائلة و
دفء عائلي، يعني انك تجيبي دراري وتربيهم تربيه حسنه ويصلحوا لك ويخرجوا لك صالحين ومن بعد تكبري يقوموا بك. هذه هي اسمى حاجه في الزواج، واللي هي تكمل السلالات الى اخره. دونك فوالا، هذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون عفاتكم، ان شاء الله تكون نحاتكم شويه الخوف، وان شاء الله تكون قنعتك اللي بعثتي لي وقلتي لي نصحيني وقنعيني باش نبدل هذه العقليه. وقالي نقولكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تحرمونيش من الاجام تاعكم، يرحم بابكم، هكذا. السلام عليكم.